أكو فرد رجل مسيحي مصري يسمى سلام موسى، كتبه منتشرة في كل البلاد الإسلامية وفي غير الإسلامية أيضا، كتبه مترجمة. هذا الرجل هذا مسيحي، مسيحي مصري ومات وعنده تقريبا 30 كتاب. هذا الرجل يقول: كنت في فرنسا وأنا جالس في مقهى، فصار الكلام حول السياسة، وتكلمت أنا سلام موسى الرجل المسيحي حول سياسة مصر، فقال لي أحد الجالسين: أنت أين تسكن؟ قلت: في مصر. فقال لي ذاك الرجل الفرنسي: اسكت، ليس لك حق الكلام، وإنما يجب أن يتكلم حول السياسة أسيادكم البريطانيون. لما قال لي هذا الكلام فورا أخذتني الحمى وأخذت أرتجف، وذهبت إلى البيت وصنعت هذه الكلمة معي صنع القنبلة، وابتليت بالتدرم الدموي إلى أيام حتى يئست من نفسي، يعني أنه أخذت أقذف الدم من تأثير هذا الكلام علي. هذا الرجل بهالاندفاع تمكن أن يؤلف ما نشر تآليفه في أغلب البلاد الإسلامية، ودخل تآليفه في الإذاعة وفي التلفزيون وفي كل الكتب المدارسية الإسلامية، اسم سلام موسى موجود. لماذا؟ لأنه هذا كان تؤلمه الكلمة، كلمة ولا ألمته. أما إنسان إذا قيل له 100 كلمة ولا تؤثر الكلمة فيه شيء، هذا بطبيعة الحال ما يقوم يألف وما يقوم يجود في التأليف ويطالع ويقول هو في كتابه، يقول: أنا يوميا بعد هذه الكلمة قبل أذان الصبح كنت أقوم ونصف الليل كنت أنام حتى أدفع هذه الوصمة عن جبين مصر على اصطلاحه.